ضربوا يديكم زيد هودا من سال شو ده. السلام عليكم. السلام عليكم متتابعين ديال اختي سعدية. نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اختي سعدية عزيزة وغالية بسم الله والحمد لله كاع من شنا ضحكة وشنا وقفة على جيلتها. هذيك هي الفرحة ديالنا كاملين وتسمح لينا تعطلنا على هاد المجيء وحق الله العظيم. شنقول لكم راه كنا كل لحظة يعني ما كندوزوش بلا ما نهضروا مع اختي سعدية. واحد الاتصال عندنا معها يوميا كثير 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 والله عزيزة وغالية وراها بنت محبوبة أكيد. ماشي غير يعني لقاتنا بها القناة راه ولات بنتنا واختنا وفيها كلشي. اليوم الحمد لله اختي كاع ميزتها نورات ربي يخليك. هذيك الأغنية والله إلا نورتي اختي سعدية حيت شفتي محبوبة شوف حنا معاك حتى الفينال. ربي يخليك والله العظيم. السلام عليكم المشاهدين ديالنا كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد وغليظ 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 والله العظيم صراحة الله تدخلوا عليا الله يدخل عليهم ربي بالخير بالتيسير وبالرزق. وكما تنقول لكم يا متابعين انا انتم عارفيني ما كاين كذوب ما كاين نفاق. داري تنورات ولادي فرحوا اقسم بالله الا الدراري فرحوا كلشي فرحان فاش دخلوا عليا ما نكذبش عليكم. هذاك هو نهار كبير وكما تنقول لكم يا المتابعين العزاز ديالي محبوبه راه تتبقى العائله الثانيه ديالي بلا المقابل بلا حتى حاجه بلا المصلحه بلا والو. حنا الحمد لله جمعنا الله سبحانه وتعالى وتيبغيوني من القلب ماشي بالنفاق ولا تقولوا ماشي ضروري غيذكروني في لي فيديو لا 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 شيء. حنا ديما تعيطوا بكاو عليا بالدموع ما نكذبوش على الله. كما قلتوا دابا المتتبعين حتى واحد ما يخلص الحق واحكموا دابا اختي سعدية عزيزه وغاليه وتستاهلي كل خير والله. دابا حاجه وحده باقي لنا الحسن هذاك غيخلص الحق المتتبعين ما نكذبوش على الله ضروري اختي سعدية ضروري غيخلص الحق الى جا ولا دابا شوف حنا ما بيناتناش الحساب العالمي علاش سعدية حالفها في الحسن المشاهدين قالت بيا ولا بيا قالت كل راه بقات فيها هي زي السبع شهور ولكن صراحه الله اختي سعدية والله العظيم راك بقيتي فينا وربي اللي عين بالمعزه ديالك لا انت لا الزوج ديالك لا وليداتك مع الناس الحمد لله اللي عرفناهم في هذه القناه الناس الخير والناس ديال الصراحه المعقول وفرحنا اختي سعدية راك نورات والله الا داك الشيء اللي ها انتم المشاهدين معنا اختي رشيده وهدى ها انتم راه كيتعاونوا معنا النورات ديالنا دابا نعاونوا اختي سعدية والحمد لله ما جيناش اختي سعدية ولات لاباس ومن شافتنا كاع كثر والله القاسم ماشي مشكل خليها رشيده يا خليها حنا ما صرفناش الناس هذه بكين سي ابراهيم جبد عندي السلطه تحلف علينا الصراحه حتى سي ابراهيم اليوم جبد علينا عندنا السلطه قال لك اليوم يا بيا يا بيك علاش سي ابراهيم سعدية قال لك هذه هي اختي وهذه هي حبيبتي وهذه سعدية. صراحه سعدية اش غادي نقول لكم قسما بالله راه حلفت له بداك الطعام اللي شاركنا وقلت له شوف الوحيدة صراحة اللي كان نرتاح عندها بالخصوص أنا هي داختي سعدية خويا إبراهيم كان اعتبرهم خوتي أنا والله ما كان اعتبرهم أننا تعرفنا غير في اليوتيوب قولها لا يخطيهم اختي سعدية صراحة اليوم تنورات حيت شفنا أحلفت لها يا المتتبعين قلت لها النهار غادي نجي غادي تبراي وإن شاء الله اليوم سعدية غتبراي بزاف منها جربتهم غنجريو عليها هذيك هذيك رشيدة لا لا الحمد لله المتتبعين كاين تحسن اختي سعدية الحمد لله خرجت من ديك المرحلة اللي هي صعيبة ودابا الحمد لله يا ربي راه غادا مع الدواء ديالها ياسين قال لي لا ما بغيتيش حنا ما كاينش سبع شهور كاين والله العظيم إلا الغنى على ودك اختي سعدية بالله القصة سعدية حسيتي بها تبرا وحتى اللوك ديالها جديد حمق والله عجبني هادشي اللي بديتي فراسك والله كنتمنى ان شاء الله نشوفك محسنة والله الا اختي شتي هادشي كامل تنديرو بطريق الطبيب دابا الناس بزاف قالوا لي علاش سعدية وليتي دير هكا انا دابا في طريق الطبيب اللي غادا فيه حيت انا انسانه الحلاق قالوا ما عندناش الحق نحيدوهم ليك ولا هذا قال لي عيشي يا سعدية كيما ارتحيتي وصراحة الله الحمد لله انا بغيت غير صحتي باش نبقى لولادي هي باش عرفوا المتتبعين واحد المساله الطبيب راه كنحيد ليها الدره ولكن قالت كان احتراما للمتتبعين ديالي ما نقدرش نحيد الزيف ديالي والمشاهدين يعني والله الا مسكينه المتتبعين قالت كان ما نقدرش نحيد الزيف ديالي قدام المتتبعين حاشا ولله ولكن المتتبعين باش عرفوا راسكم راكم عزاز على اختي سعدية وكتموت عليكم وكتحماق عليكم وحتى مسي ريان جا معنا ريان عند من جينا عند من
عند من؟ شكون انا؟ شكون انا؟ سميتها؟ أتيا. اه يا ريان، يا ريان شوفوا اميره شنو جاب ليه. والله الا ولاد السعديه كيحماقوا على ريان كيف ما كيحماقوا عليه المشاهدين تا هو كيموتوا عليه. الله يحفظه. ريان السعديه خايبه ولا زوينه؟ زوينه. زوينه. ومشاهدين زويني. يعطيهم بوسه ديالهم. يا الله يعطيك الرضا الحبيب ديالي الزين ديالي ما شاء الله. سي سعدية شنو مازال ما طابش معاه؟ وري المشاهدين شوف والله الا غير شاف المشاهدين قلبي عنيت هكا غادي بسطيله سعديه صافي جي طيب من هاد الجهه هكاك شوف المجبين. والله العظيم الا البنات زعما راهم واقفين وقايمين بالواجب. تيتيش ورشيده عمرو بالسلع على حقها وطريقها. تيتيش صايبات البسطيله ورشيده صايبات لنا المرقاب مرقاب باللحم. ايوا اختي سعديه والله الا هكا اي حاجه ياسين فوجا اختي سعديه نديرها علاش كنبغيها وكنجي ليها للدار ديالها وانا مرتاحه يعني الله يعطيها دار سواسه ونعم نعم النساء والرجال. رجل سوسي ويا سوسي اش غنقول لك لقاهم ربي في الخير الله يكمل عليهم ومسكينه يعني كتفرح بينا في دارها وانا كيعجبني الانسان اللي كنمشي عنده وكيفرح بيا ماشي يعني يتقلق ولا شي حاجه. سعديه دائما مسكينه كتموت علينا والله انا مزاوقه غير يجي عندي علاج حيت كتفرح بينا وكتنشط معانا وانا ما عمرني شفت سعدية مكتئبة الحمد لله. لا لا شتي واخا تزوز رغم دوزت المرض زعما صعيب. لا والله العظيم شتي رغم دوزت المرض كاين ما كاينش شي نهار ما بكيتش ويني ما تنبغيش نبين حدا ولادي وتنبغي نوض واخا نتمشى غير محنيه. دابا انا اللي حاجه الوحده اللي باقي معصبتني هاد الحال والله العظيم صراحه ويني ان شاء الله ديما تبقى ايجابيه ان شاء الله يا ربي الشفاء. سعديه راه ياسين ديما غتبقى ضحكه دابا ولفناك السعديه والله الا ولفناك اختي بديك الضحكه بالله. صافي ياسين راه ما عارفين شنو غايجينا في الدوره وهانتوما راه حنيت حمجه والله العظيم. كنشكروا اختي اكرام الشماليه مسكينه العائلة ديالها والله العظيم الله يكبر بها. بصراحة وكانت غتجي باش تشوف الدراري وكلشي ويني كانت غتسافر مسكينة تخرج ولادها الله يحسن العوان حتى هي فرحات بيا وانا راه تشوف كما تنقول لكم واحد النقطة الله يرضي عليكم ها انتم اللي تتقولوا تتمشي عند محبوبة تديري شتي البنات هما تيشقوا في الكوزين تنشقى في كوزينتو حيت حنا القلب على القلب. حاجة اللي تقالت عليك فرحت عينا اختي انا شخصيا راه حتى واحد ما غيفرقني مع محبوبة هما فرقك الله يفرقهم اعضابهم. لا هما والله ياسين مسكين تيعيط لي تيبكي هكا ما كاينش 8 الصباح تيفيق لي تنقول ياسين راه جا صافي خليني نعس قال لا فيقي والله العظيم يوميا العريسات شنا مع الاجواء فاش كانت دايره السيروم فاش كانت كتشرب الدواء والله القاسم المشاهدين وكنشكر اختي المتتبعين اللي دعاو معاك بواحد الكثافه تبارك الله ونوريكم الواتساب مازال ما جلسنا هنا خصك تعرفي ما هزه ديالك عند المتتبعين السعوديه راه عندهم واحد عندهم واحد الدور مهم اقسم بالله العادي عرفتي انا براسي انا ورا ربي شاهد عليا اذا كيتصلوا بيا قالك عافاك بغينا النمره السعوديه عافاك واخا كنقول لهم راه زعما راه الحمد لله قالك لا والو ياك حنا بغينا نهضروا معاه والله وكاين اللي تيقول لي خصها تمشي للبلاصه الفلانيه وخصها تمشي تشرب من العين هذا تنقول لهم راه قلتها لك والله قاسم. وتنشكركم يا المتبعين غاليين على قلوبي وعمرني شتي لا فيديو ما جا من نسى خيركم لا فيديو الشكر تيرجع لكم المتبعين بفضل الله سبحانه وتعالى وبمحبوبه التي في والناس اللي تيتواصلوا معايا تيقول لي سعديه وياك تفرقي مع محبوبه تنقول لها انا عاد بالله اشتراكي حنا راه ماشي بيناتنا الخدمه ابدا انا شخصيا ها هما تيعايروني تما تيقولوا نوضي تخدمي تنقول لهم انا باغي نضحك انا النوع اللي تنبغي دابا حاليا وصلت لواحد الوقت نضحك برافو انا ما بقيتش بغيت حسيت بك دابا تبكيتي بزاف والله دابا غادي تولي ان شاء الله من ابتداء من اليوم من اليوم الضحك والتقشاب والنشاط وشي حاجه سميتها المرض غادي نساوها ان شاء الله يا ربي ونحاولوا نشجعوا كامل نشجعوا لي اختي سعديه ونعطيوها كومونتيرات زوينين نقولوا لها راكي تنورتي وتبارك الله عليك واي واحد قال شي كلام زوين ودعا معاك غيلقاها في ميزان الحسنات غيلقاها عند الله سبحانه وتعالى كتسناه وحق الله العظيم لان الانسان فاش كيكون مريض كيكون محتاج لشي واحد يدعي معاه ويوقف معاه ويساندو والحمد لله الصغير والكبير الحمد لله الناس الجاليه كلشي بكى معايا رضيوات عندي الناس تيبكيو وما قدرتش حتى نكملهم الناس بكاو تيقول لك ما بقاش فينا سعديه زعما تمرضي ولا داكشي ديال الله بقاو فينا الوليدات وهذا وين كما قلنا لكم راه حتى واحد ما غيخلص الحق من غير الحسن ان شاء الله. شوف السعديه لا كشوف شي حاجه الحق ليا شي حاجه اللي قليله في حقك والله الا قليله في حقك بالله العادي نخلصوا الحق بلا هذا الشيء هذا والله العادي انك عزيزه وغاليه حتى السعديه صراحه شوف تيتيت احسن
حتى السعديه باسكو ما كتصبرش علينا كتوقع شي حاجه للبنات تلقاها من الاوائل حتى هي واقفه ضروري واحد والله الا من الاحسن ما جيناش في ديك الفتره علاش هي كانت محتاجه للراحه وحنا بينا صداع ماشي لكم صداع لا حتى لا 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 متسمعين راه فينا هنا واحد الروينه ما نقول لا يا بنت عيشوا الصراحه اللي كان السي ابراهيم اتصل بي هكا اتصلوا بيا قال لهم انا ما كنتش نجيب لكم سعديه حيت ما كانش شاد الكونجي فراشيدة والبنات فرحوا مسكين دابا تيعاودوا لي قالوا لي خوينا هذاك البيت وبغينا نخليوه في فاز ربع عام والله الا قدينا لك بيتك بوحدك والله العظيم الصراحه والله تبقى معك رشيده وانتي ويا باش ما نصدعوكمش كيعرف احنا عائله كبيره تبارك الله بولادنا بالوليد بالوليده شوف الله يطول ربي في عمركم واحسن عيد المتبعين دوزتو ما ننساش دوزنا عيد عمره ما يتنسى ومازال ان شاء الله العام الجاي عاوتاني مازال تيديروا معايا شي حوايج والله ما تنبينوهم في الفيديوهات حنا ما تنهضروش بزاف صراحه غير انا باش المتبعين يفهموني انا هاد الناس تيعيطوا لي الصباح وفي العشيه يا سيدي قولي غير شنو خصك انا نجي وتنحيت اخويا حسن الله يطول ربي في عمره اخويا الحسن راه حنا خوت راه تيعجبني نقشف في الحسن نقشف يا سيدي صراحه حسن بينو الاحترام حيت خويا كبير صراحه الله وحنا راه خوت الحمد لله اختي على كل حال وهذا حنا الحمد لله سعده يد وحده ها هي ضربوا يديكم والله زيد عوده ما نساوش عوده والله الا ديما هذا عهد بيناتنا المشاهدين مع عمرنا اتفاق ديما به هو يقضينا هكا ديما به هو يقضينا هكا ديما به هو يقضينا هكا ايوا يا ربي سالحنا بري والسعوديه بزز صافي المشاهدين مشات المدسبة زغرت رايان زغرت زغرت ايه شاد الزين هذا شاد الزين هاتيتي شاد الزين شاد الفنون اش كيقول لك السي ابراهيم؟ كول اش كيقول لك؟ كول كول دابا الاراء المتتبعين راه ما تيبغيش ياكلني انا كيتعكس تيقول السي ابراهيم يلا كول وتبقى ياكل بلا كزيلو كيدير فمو كيدير سرطان بلا مضغ شوفوا المرقه ديال اختي رشيده اي 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 والله العظيم الا معسله نجيه هذه تبارك الله معسله يا نوشي ودارتها تبارك الله ناقصه باش طيب رشيده تبارك الله عليها ما تقولي لها طيب الصراحه هذه المرقه قلنا لها الاستيله كافيه صراحه ما يعني الليل هذا دارتك والو قالت لي ما نصبتوهاش غنصبها انا يا حسن كيبغي المرقه قالت لي خلاها شعال غدا ملي غناها غنسكوكوتي ونضرب ديرها في الثلاجه حتى غدا ان شاء الله الا الله يا سيدي كيدخلوا مساكن ما درتوش الله يسمح لي منهم الصراحه الله وحلف لي يا سيدي ما تدخل الكوزينه المتبعين قال لك والو تجلسي لا سيدي خليوني نروح عشان بارك مريضه وعيانه ديال غير الصحيحه ديالك والله العظيم الله يسمح لي منهم ودابا غنتسناو المشاهدين حتى نشوفوا البسطيله ديالنا تبارك الله كيفاش غادي تجي والديزاين باش غادي تقدم لنا ان شاء الله يا ربي والدارها تنورات وغادي تعيشوا معنا اجواء زوينه مع اختي السعديه وبزاف ديال المفاجات غيكونوا في هاد فهاد الايام فهاد اليومين هادي اللي غندوزوها مع السعديه علمكم شي واحد ها علمكم شي واحد اختي النيه ديالنا هي اللي علمتنا والله العظيم اسمع نقول لهم عرفتي المتتبعين تخيلوا معايا السعديه لقينا هذه راه اكبر مفاجاه وجينا وجبناها حساع سبحان الله بحال ربي وحنا عاوتاني جايين نديروا واحد المفاجاه هنا عندك في القنيطره وربي بحال علم جمعوا لك المفاجات دابا غنديروا لك القرعه شكون غيسبق فينا واش انا ولا انت صافي انا يد في اليد ديال المتبعين وانا شوف ما نتفضلش قدام الحبوبه حيت الحبوبه تتبقى الام ديالنا اقسم بالله راه والله العظيم راه اللي لا اللي نسى الخير ديال الحبوبه راه عمر ربي ما يوصلو الحمد لله شوف حتى حنا شوف اختي السعديه شوف احنا الحمد لله والله العظيم اللي تنعرفوا احنا كاع الناس اللي بقاو معنا هادي شي عامين ولا حنا الجروب الله يعمر هذا من طنجة للقويرة حتى القرقارة تنزل في القرقارة اقسم بالله الا نعم الناس شوف المتبعين الجروب زوين والخدمة غيتسنى واحد المفاجاة دراتهم في راسهم ضروري غتكون ماشي دابا تسناوها ان شاء الله غير علموني نوجد لي كات لا كاينين ديال احمد ان شاء الله ان شاء الله المشاهدين انتظروا معنا انتظروا معنا تسنى معنا المشاهدين ما تمشيو فينا سير اختي سعدية جاتكم مشاهدين ديالنا الكرام كما كتشوفوا معنا الحمد لله كل شيء غيمشي خبعتي علينا هادشي ديالك صراحة
الله برافو عليك اتيتي فلوسفه انا اللي قلتها الله يعطيك الرضا عندي ما يسالك الله ولكن الحمد لله انا اللي كنديرها شوف لك السعديه مع السعديه ما تخليوهاش تتقلى يخليكم يلاه الله يلاه ياسين اه مسكينه دار راه يديها المشاهدين والله يمكن انا غادي نصافي يا غدا ديوان الطبيب لا والله الا جايه باش نمشي لواحد الدكتور ديك اتيتي ان شاء الله يا ربي انتما عيطنا السي حسن السي حسن ولا لا السلام على رسول الله إلى جاي الأجا سيدنا محمد الله مع الجلالي الصلاة الصلاة عليك يا رسول الله الله يا الحمد لله والله العظيم حسيتي نورتي لنا انت يا بالله القسم مشاهدين قسنا في البيت اللي كيحمقني اختي سعديه كيحمقني هذا الديزاين عطيتي المتبع لنا ديك الكرايات مع هذه الكلمه هذه وكان الصيف وجينا عند اختي سعديه وكانت الحراره وكتسد عليا مسكينه البا وكتلقاي الكلمه عرفتي كان بات بارد اختي صراحه دار اختي سعديه مريحه اكثر كاع الكلمه وهذا مشاهدين غادي نديروا بوز باش يجيو الضيوف ديالنا اللي راهم معنا ما تيبانوش في الكواليس حتى نكملوا معكم تاتيمات لا فيديو هدى اختي هدى طاجينا المشاهدين لصيبتنا اختي رشيده تبارك الله عليها هادشي تبارك الله كيشي هي المتتبعين ديالنا الكرام والخبيزات هو كيجيبهم من السي احمد محدث السي ريان ريان راه عرقها حتى هو ريان ريان شنو كتمد لنا الخبز هاك اختي السعديه واه قبلوا الله ودي اختي السعديه دارنا هذه البنات مساكن والله العظيم الا ضربوا تما لا لا ما تقوليش هاد الهضره اختي السعديه والله العظيم الا خطاك علينا حتى انت والله او غادي نودعوا المتتبعين ديالنا الكرام الى الفيديوهات المقبله وشجعونا وكونوا حاضرين معنا في هاد الفيديوهات اللي راهم جايين ما تركزوش لينا دابا ركزوا الفيديوهات الجايين هذا دابا حنا اليوم الله غنرتاحوا غدا ان شاء الله غتكون البدايه شي حاجه اللي هي مفاجاه لا لينا لا ليكم لا للجميع بزاف غيعجبكم الحاله المتتبعين الله القاسم والله يلا كونوا على بال ومع السلامة إلى فيديوهات مقبلة إن شاء الله يا ربي.